عمر حي البياض الحمصي باسط في طفولته كما يحلو لوالدته نداءه وأبو جعفر في شبابه، وفي عام 2011 حارس وبلبل للثورة يصدح في ساحاتها ممتلئا بالحنين للحرية سنوات ثمانية، ومن ثم حبيب للثورة وفقيد السوريين المشتاقين للحرية مثله. عبد الباسط الصاروط جاءها مقدماً صحوة السوريين في ربيعهم مستبشراً الكرامة وهو حارسها، نزل ساحات حمص وقاد مظاهرات فيها ضد طغيان نظام البعث، أنشد بكياً على الراحلين بنيران الأسد وجيشه، وغنى أملاً بنصراً قريباً وزوالاً للديكتاتور. بدنا كسر حصار، بدنا ممر إنساني وكسر حصار. الدكتاتور عاث قتلا وقصفا وحصارا، فحوصر حارس الكرامة مع أبناء مدينته قبل أن يجوع ويجرح ويفقد عددا من إخوته وأحبابه بيد النظام وقواته، أو خلال عمليات محاولة فك الحصار عن أحياء حمص القديمة. لك داري يا الله نادي سورية ارتاح. لم ينتهي الحصار والتهجير، ولم يظهر الصاروت مرة مثبط العزيمة قانطا من انفراج الحال، حتى في أحلك أيام عاصمة الثورة عندما هجر ثوارها وأهلها تباعا. لم يعرف السوريون كيف كان حال الصاروت عندما هجر بدوره منتصف 2014، لم يروا دمعا نزل في سره ربما، ولم يعرفوا أين خبأ بندقيته عندما ودع حمص وأحياءها، إلا أنهم متأكدون من أن ولاء الصاروت للحرية والانعتاق لم يغيره النفي من الأرض ولا الشقاق في صفوف المعارضة المسلحة، وقد عرفوا أكثر أن هدف الصاروت واحد واضح، إسقاط النظام بكل طرق المقاومة بعيدا عن أي دعوة لحكم المدنيين أو التحكم بهم من قبل أي قوة معارضة كانت. ما زال نحن عندنا حي واحد من سوريا محرر، فنحن شوكة بحلق هذا النظام. استمر الصاروت في القتال على جبهة ريف حماة الشمالي، الجبهة الأقرب لمدينته، أصيب هناك بقذيفة أطلقها النظام وفقد كثيرا من الدماء خلال محاولات إسعافه التي ختمتها وفاته في إحدى مستشفيات تركيا. ودع حافظو العهد فقيدهم في الثامن من حزيران من عام 2019 في خارج سوريا وداخلها، وشيعوا أيقونتهم وأصفى صورة بقيت عن ثورتهم بحسب ما يصفون، وهم متيقنون أن الثورة هذه ما لها حل غير النصر. مستمرة هاي، ما لها حل إلا النصر. اليوم بدرع العالم، بدرع يكتبون على الحيطان.